اليوم بك علينا امتحان إدارة. لا الحمد لله الأسئلة منيحة وكل شيء تمام. اليوم كان علينا امتحان إدارة واقتصاد والامتحان كان سهل وإن شاء الله الله بوفق الجميع ومعدلات إن شاء الله عالية. اليوم علي امتحان إدارة واقتصاد وكان كتير سهل، يعني ما توقعنا يجي هيك سهل، بس لا الحمد لله يعني أحسن من الامتحانات اللي قبلها. كان علينا إدارة واقتصاد، طبعا الامتحان كان صعب شوي شامل وبتمنى التوفيق للجميع. امتحان سهل للمدارس، سهل أسئلة عادية كلها مباشرة، مش شيء غريب. امتحان إدارة واقتصاد كان الامتحان الحمد لله كثير سهل، ما توقعنا انه يكون هيك. كان امتحان سهل، في أسئلة يعني هو شامل لكل المادة، أجا سهل نسبيا يعني منيح. كان يعني سهل تقريبا، ما جابوش في مجاهيل السنة، بيساعدونا وأجن يعني امتحانات متوسطة. المادة هي نفسها كانت طويلة بس الامتحان أجن منيح يعني غير متوقع، بس إنه شوية صعوبة في داعي دائرة، ولا كله الحمد لله سهل. الحمد لله منيح، أسئلة سهلة وميسرة، إن شاء الله ناجحين. كان اليوم علينا امتحان إدارة واقتصاد، هو طويل كان بس الحمد لله كتير سهل. أيوة وسط منيح الامتحان. كان الامتحان إدارة واقتصاد، امتحان كان يعني شوي سهل بس داعي دائرة كان صعب شوي والحل كمان. يوم امتحان اليوم معنا جا نص نص مليح، أسئلة مليحة. كان علينا امتحان إدارة واقتصاد، الحمد لله كان كثير سهل والله يوفق جميع الطلاب التوجيهي.